يا صباح الخير، يا صباح الهنا، يا صباح الكرنب والمحشي. النهارده بقى يا اخواتي هنعمل محشي كرنب، عشان سلايفي جايين فقلنا نعمل لهم بقى ايه، حله محشي كرنب حلوه كده. بصي هقول لك على حاجه، جبت كرنبايه وقطعتها زي ما انت شايفه كده، تلفيها كده وتقطعيها. عايزه اقول لك الليمون دول الكرنب الكف مش مهوي، يعني مش حلو الليمون دول، فلازم ايه تسويه شويه، طلعوش على طول من الميه. بصي الكرنبايه المكبسه لو ما فكتش معاكي، تمام، لو ما فكتش معاكي بالطريقه دي ما تشيلهاش غصب عنها عشان هيتكسر منك. هقول لك تعملي ايه، اصبري، هتحطيها في الحله قبل ما تغلي، تحطي في الماء ملح، توقفيها كده وتلفيها دوريه، تلفي على كل ورقه هتلاقيها اتفكت. بصي لوحدها معاكي في الحله، بصي الورقه بتقع لوحدها، هتفكيها واحدة واحدة زي ما انت شايفة كده. بصي الورقة طلعت معاكي بكل سهولة، هتلفي كمان لفة وتطلعي الورقة اللي بعديها، هتطلع معاكي برضو على طول زي ما انت شايفة كده. ايه رأيك؟ عايزة اقولك الكرنباية سخنة نار على ايدي، تقومي مطلعة ورقة ورقة، وبعد كده تعيدي التسوية تاني بقى، وتحطي ايه ورقتين ورقتين في المية عشان تعرفي تسويه كويس، لان الكرنب اليومين دول جلده تخين وما بيستويش بسرعه زي ما انت شايفه كده. بصي عايزه اقول لك الكرنبايه نار على ايدي زي ما انت شايفه، طلعت الورقه بصي بتطلع بكل سهوله. واديني خلصت اهوت، وهرجع تاني اسويه في الحله ورقتين ورقتين. بصي كده هي اخر الكرنبايه، هسيبها بقى في الميه واجيب البصل على ما الكرنبايه يستوي براحته زي ما انت شايفه، وهقطع البصل عند الكرنب يستوي. بصي كل حاجة هتعمليها وانت بتعملي في نفس الوقت، مش هياخد معاكي ساعة، نص ساعة بكتير. بصي وبقشر البصل وراح ايه اضربه في الكبة، المفروض تضربيه بالسكينة احسن، يعني خرطيه بالسكينة احسن، بس انا السكينة عندي باردة فهحطه في ايه في الكبة. وهنزل بقى بزيت، احنا بنحط زيت بس، الناس بتحط سمنة، ممكن تحط سمنة وزيت، تمام. واقوم بقى ايه، معلش المنظر تعب مرتين، احط الزيت وانزل بالبصلايه بعد ما اخلي الزيت يدخل، انزل البصلايه وتقلبي قلب قلب، وتروحي تغسلي الفراخ على ما ايه البصلايه تحمر معاكي بس، وتحطي على الفراخ ليمون وخل وملح عشان الزفر، تغسليها كده غسله كده عشان الفراخ ما تتاذيش. وبعدين غسلت وهنقعها بقى بخل وليمون، وهسيبها اروح اعمل حاجه تانيه. بصي البصلايه كده احمرت، نزلت عليها بالقوطه، هي متشافش القوطه. بصي بقى بحط الشطه القروني النار، احنا بنحب المحشي نار، هشوح الفراخ بقى. الناس بيغلوا الميه ويحطوا البصل والفلفل ويحطوا يسقطوا الفراخ، انا بقى ايه بشوح الفراخ على طريقه والدتي، ربنا يشفيها ويذيع عنها يا رب العالمين، تمام. وهنزل عليها بالبصل والفلفل الاسود والملح، وهغطي عليها واسيبها وراح اعمل حاجه تانيه. بس كله في ايدك، هتخلصيه في ثواني، تعملي حاجه تروحي تدوري على اللي بعدها وتعمليها. الاكل اللي عايز اقولك ما بياخدش ثواني كتير. وادي الصلصه معايا اهي اتسبكت، هحط بقى ايه ملح وشطه وكمون، وهقطع بقى ايه الكرنب على ما ايه التسبيكه تتسبك. عايزه اقولك ريحه التسبيكه مسمعه في البيت والشارع. بصي وبقطعه بالطريقه دي تبقى الورقه معاكي طويله. وادينا غسلت الخضره، قطعت الكرنب، الصلصه خلصت، هنزل عليها بالخضره. حتى شويه رز في الغطا، وادينا خلصت الغطا اللي في الغطا. المحشي هنلف بقى والفراخ معانا استوى. هعمل بقى ايه الصوص بتاع الفراخ. بصي حطيت ايه دبس رمان والفلفل والزيت وطعمناه، وادي شكل الكرنب بعد ما اتحشى. يا جماله يا جميل، هو كرنب مواجل لا يعلى عليه يا جماعه، مش بشكر في نفسي بس انتوا شايفين. وهم بقى ايه مزوده شوربه، وعلق عليه بقى واعمل لسان عصفور. واديني خلصت اللسان، تمام، وادي المحشي معانا خلاص بيستوي، والفراخ اتعملت معايا هي. ايه رايك؟ بسم الله ما شاء الله، الاكل جميل. اهم حاجه اعملوا لي كومنت حلو كده واشتراك.
ويا رب يا رب الاكل يعجبكم. لو اكل عجبكم قولوا تليفوني بكلمه حلوه، تعالوا افطروا معانا ورمضان كريم عليكم اجمعين حبايب قلبي. وبكده خلاص نزلنا بقى بالمحشي اهوت وغرفنا. ايه رايكم في محشي المواجر يا جماعه حبايب قلبي؟